طيب تمام. طيب نبدأ كده تاني من الأول. يبقى نراجع بسرعة كده على quantum numbers. ها قلنا أنا عندي K L M N O P Q تمام. يبقى قلنا كل واحد من دول هياخد قيمة. يبقى K L M N O P Q قلنا القيم بتاعتنا دي اسمها principal quantum number اللي هو من كام لكام؟ من 1 to 7. يبقى 1 زياد 2 3 4 5 6 وادي 7. دخلنا جوه لقينا في كل دور من دول عندي حاجه اسمها السب ليفل اللي هم الاس والاس بي وبعد كده اس بي دي وبعد كده اس بي دي اف اس بي دي اف وهكذا. اتفقنا بعد كده ان كل واحد من دول له قيمه فالاس قيمتها 0. يبقى دايما الاس قيمتها 0. ها يبقى الاس دايما قيمتها 0. البي قيمتها 1. الدي قيمتها 2. الاف قيمتها 3. في مشكله في الكلام ده؟ تمام. بعد كده اخذنا ان كل واحد من دول جواه حاجه اسمها اوربيتالز. الاوربيتالز ده المكان المحدد اللي الالكترون بيقعد فيه. مين فاكر قيمه الاوربيتال اللي موجود في الاس؟ قيمته 0. هو ده 0 فاذا ده برضه 0. طب قيمه الاوربيتالز بتاعت البي ها واحنا قلنا ريليتد ليها مش دي 1 يبقى نيجاتيف 1 ها 0 بوزيتيف 1. طب قيم الدي مش دي ب 2 اذا قيمها هتبقى كام؟ يبقى نيجاتيف 2 0 بالظبط. يبقى نيجاتيف 2 نيجاتيف 1 0 1 2. الاف القيم بتاعتها من نيجاتيف كام لنيجاتيف كام؟ نيجاتيف 3 لغايه بوزيتيف 3. في مشكله في الكلام ده؟ تمام. تعالى بعد كده ندخل على الدرس الجديد بتاعنا. الدرس الجديد اسمه ايه؟ اسمه electronic configuration او electronic distribution of electrons. كنا واخدين من اولى اعدادي ان احنا عايزين او عندنا كده مجموعه من الالكترونز تمام. فالالكترونز دي انا عايزه اوزعها فطبيعي. تعالى كده نتخيل مع بعض اول الكترونز هتبدا تدخل فين. يعني انت عندك شويه الكترونز كتير نقول مثلا 100 الكترون. تعالى نتخيل مع بعض الالكترونز دي هتبدا تدخل فين. ها اول اثنين يدخلوا فين؟ في الاس من فوق ولا من تحت؟ على حسب طاقه الانرجي ليفل من الاعلى ولا من الاقل في الطاقه؟ يعني مثال بسيط وانا طالع على السلم لما اجي اطلع الدور الثالث وبعد كده اطلع الدور الثاني ده حتى لوجيك. يبقى المفروض بالطبيعي ان انا بطلع سلمه سلمه على حسب الطاقه بتاعه السلم. هطلع السلمه الاولى الثانيه الثالثه الرابعه. فالالكترونز بتمشي بنفس الكونسبت. يعني عندي شويه الكترونز هيبداوا يدخلوا الاتوم. يدخلوا ازاي؟ هلاقي اول الكترونز بصوا كده دخلوا في الاس اهو خلصنا الدور الاولاني. نطلع الدور الثاني هيدخلوا في اللي بعدها الاس اللي بعدها. ندخل لا الكترونز زياده انا عندي الكترونز كتير. ندخل على اللي بعده مين اللي عليه الدور كده؟ البي. هكمل البي كله يبقى 1 2 3 4 5 6 لسه عندي تاني الكترونز. هبدا على الدور اللي بعده اللي هو الاس ها اللي بعدها هبدا على اللي بعده اللي هو مين؟ اللي هو البي. مين اللوجيك اللي بعده؟ او مين باللوجيك السب ليفل اللي موجود بعده؟ الدي. العلماء لقوا ان للاسف الالكترونز اللي جايه دي مش هتدخل على الدي. امال بتدخل على مين؟ بتدخل على الاس يعني بتدخل على الفور اس. إذا من الآخر توزيع الإلكترونز بيبقى على حسب مكان السب ليفل ولا على حسب طاقتها؟ على حسب طاقتها مش على حسب مكانها. تمام؟ في مشكلة في الكلام ده؟ يبقى إحنا البداية بتاعتنا كده إحنا اتفقنا إن إحنا الدرس بتاعنا اسمه إلكترونيك كونفجريشن تمام؟ عشان أبدأ أفهم الإلكترونيك كونفجريشن أنا عندي ثلاثة لوز. أول لو اسمه باولي إكسكلوجن برنسبل. بالراحة كده تاني ها باوليز اكسكلوجن برنسبل. اللو تاني اسمه بيلدينج اب برنسبل. اللو التالت اسمه هولد رول. يبقى انا كده في الدرس ده عندي كام لو عشان نشرح بيهم الالكترونز؟ ثلاثة. اهمهم اللي هو الف باو او بيلدينج اب برنسبل. تعالى نمسك الاولاني خلاص. يعني الاولاني ده كان بيتكلم على ايه؟ بيقول لي لو انت عندك هنا مثلا الكترونز بص كده في الدور الاولاني مين يجيب لي الفور كوانتم نمبرز بتاعته؟ أو هما يعتبر متشابهين في الفور كوانتم نمبرز يعني هما موجود في أنهي دور؟ الدور الأولاني. إذا كده الـ N بكام؟ الـ N بـ 1. طب الـ N بكام؟ 0. طب الـ M N بكام؟ برضه 0. الـ M S بقى هو واحد منهم إيه؟ كلوك وايز بوزيتيف هاف. طب والثاني إيه؟ نيجاتيف هاف. فده ببساطة اسمه
كاولي's exclusion principle. بيقول لك ايه؟ ان انت مهما كان عندك الكترونز يا مصطفى في الاتوم، مستحيل الاقي اثنين الكترونز عندهم نفس الفور كوانتم نمبرز. تعال ناخدها مثال تاني. لو جيت قلت لك انا بتكلم على اتوم زي الهيليوم اتش اي، الهيليوم عندها اثنين الكترونز، خلاص كده كده الاثنين الكترونز هيدخلوا فين؟ اول دور اللي هو مين؟ اللي هو اول دور اسمه 1. ها اللي هو مين جوه ال 1؟ الاس. يبقى اسمه 1s2. في مشكله في ده؟ تعالى كده ندخل جوه الاوربيتال، نعرف ان الاوربيتال دوت فيه اثنين الكترونز، واحد لفوق وواحد لتحت. تعالى نجيب الفور كوانتم نمبرز. مين فاكر كده الفور كوانتم نمبرز؟ مين ومين ومين؟ ها الان والان والان ال والان اس. ده الالكترون الاولاني وده الالكترون الثاني، نجيب له نفس الارقام الان ها والان يا يوسف والام ال والام اس. تعالى كده نجيب نفس الاثنين موجودين في نفس المكان، دول موجودين على نفس الاوربيتال. ها اسمنا اس برضه دي اس عشان ده عدد الالكترونز. ال 2 دي نمبر اوف الكترونز ان سب ليفل، نمبر اوف الالكترونز بالراحه. هنا الالكترون الاولاني موجود فين؟ في انهي انرجي ليفل؟ الاولاني يبقى 1 ان ايكوال 1. طب الثاني موجود في انهي انرجي ليفل؟ اس برضه 1. طيب نيجي للال، ها موجود فين؟ في الاس. الاس قيمتها زيرو، هيبقى زيرو. طب قيمه الاوربيتال نفسه كام؟ زيرو. طب الالكترون ده لفوق ولا لتحت؟ لفوق، يعني بوزيتيف هاف ولا نيجاتيف هاف؟ يبقى بوزيتيف هاف. في مشكله في الكلام ده؟ تعالى لنفس الالكترون اللي قاعد جنبه نجيب الفور كوانتم نمبرز. ال ان بكام؟ برضه 1. طب ال ال بكام؟ برضه زيرو. ها هو نفس الاوربيتال اللي هو برضه زيرو يا يوسف. طب الام اس عندك بكام؟ لفوق ولا لتحت؟ لتحت. اذا ده نيجاتيف هاف. يبقى انت عندك اثنين الكترونز موجودين في نفس المكان في نفس الاتوم، ممكن يبقى عندهم نفس الفور كوانتم نمبرز ولا مستحيل؟ مستحيل. خلاص ليه مستحيل؟ لان انت اصلا لما بتيجي ترسم الاثنين الكترونز ينفع ترسمهم بالمنظر ده كده؟ واحد اب واي كلوك وايز والثاني زي كلوك وايز، الرسمه دي ممكن؟ يبقى الرسمه دي ها فايوليت كاوليز اكسكلوجن برنسبل. يعني ايه فايوليت؟ يعني تنفي قانون باولي. باولي قال ان ما ينفعش الاثنين الكترونز يبقى عندهم نفس الفور كوانتم نمبرز. برسمتك دي انت خليتهم عندهم نفس الفور كوانتم نمبرز. ليه؟ عشان خليت الالكترون الاولاني بوزيتيف هاف والالكترون الثاني بوزيتيف هاف. يبقى ده غلط ولا صح؟ غلط. يبقى الرسمه دي غلط لان هي لا تتماشى مع باولي. يبقى تاني ببساطه باولي قال ايه؟ ما ينفعش ان انا ابقى موجود في نفس الاتوم يبقى عندي اثنين الكترونز عندهم نفس الفور كوانتم نمبر. يبقى it is impossible for any atom or for two electrons in the same atom to have the same four quantum numbers. على الاقل لازم واحد فيهم مختلف، لازم واحد منهم يبقى مختلف في حاجه من الاربعه دول. يا اما البرنسبل مختلف، يا السبسيدري مختلف، يا الماجنتيك كوانتم نمبر مختلف، يا السبين كوانتم نمبر مختلف، لازم حاجه منهم مختلف. في مشكله في الكلام ده؟ تمام. طيب ده كده اول رول اسمه ايه تاني؟ كاولز اكسكلوجن برنسبل. اذا لما اجي اقول لك الرسمه دي صح ولا غلط؟ دي غلط عشان انت كده خليت الاثنين الكترونز دول عندهم نفس الفور كوانتم نمبرز وده فايوليت كاولز اكسكلوجن برنسبل. في مشكله في الكلام ده؟ تمام. تعال نشوف بقى اللوب تاني. اللوب تاني اسمه ايه؟ اسمه بيلدينج اب برنسبل. بيلدينج اب برنسبل او برنسبل. ايه اوف باو او بيلدينج اب؟ من اسمه. مش انت بتبني عماره؟ البناء معتمد على الطاقه بتاعتي. يعني لو انا جيت حطيت شويه الكترونز، يا ترى الالكترونز هتبدا تدخل فين؟ في الاقل في الطاقه للاعلى في الطاقه، مش على حسب المكان. ده according to building up principle. تاني بالراحه زي ما احنا قلنا في المره اللي فاتت، الالكترون بتدخل في الاس في الدور الاولاني وبعدين تطلع الدور الثاني وبعدين تطلع الدور الثالث. تدخل في الدي ولا تنط على الاس الاول اللي موجوده في الانرجي ليفل الرابع؟ على حسب building up principle. وهنعرف دلوقتي، هنعرف دلوقتي ليه. خلاص فتعالى كده نشوف الترتيب بتاعه السب ليفلز اللي موجوده في الاتوم كلها باغنيه بسيطه. تعالوا نقولها مع بعض. اسمها اس اس، يعني الاس اللي في الدور الاولاني والاس اللي في الدور الثاني. ها وبعدين اللي بعد
بس ها دي اللي في الدور الثالث يبقى اس اس بس بس. بص كده احنا هنجيب كل السب ليفلز اللي موجوده في الاتوم اكبر اتوم موجوده في الكون خلاص يبقى اس اس بس بس ده بس ده بس فا تاني اس اس بس بس ده بس ده بس فا ده بس فا ده. مين فاكر اخر سب ليفل موجود عندك في الدور السابع كان مين؟ كان البي. يبقى ده اعلى طاقه في الانرجي سب ليفلز. يبقى تاني كده بالراحه ها اس اس بس بس دبس دبس فدبس فدب. معلش هي اغنيه عبيطه بس هي اغنيه مهمه. صعب. تاني كده بالراحه ها اس اس بس بس دبس دبس فدبس فدب. تاني كده اس اس ها كمل بس بس. تمام احنا مش قاعدين نبسبس لا احنا بنرتب كل السب ليفلز اكوردنج تو ذير انرجي. في مشكله في الكلام ده؟ طيب تعالى نبدا نرقمهم. ها الاس الاولاني ده موجود في انهي انرجي ليفل؟ ها وموجود في انهي انرجي ليفل؟ الاولاني اهو 1. الثانيه دي موجوده في او الاس الثاني ده موجود فين؟ في الانرجي ليفل نمبر 2. بص كده تعالى نحط الارقام بتاعت الاس يوسف يبقى ثاني ده الانرجي ليفل او انرجي سب ليفل اللي موجود في الكي ده الانرجي سب ليفل اللي موجود في ال ده الانرجي سب ليفل اللي موجود في الام. طب ايه اللي عليه دور؟ ها يبقى 4 ها 5 ها 6 ها اخر واحدة 7 مستر تاني ترتبهم بالترتيب او تحطهم بالترتيب مش دي اول اس قابلتنا يبقى 1 الثانية 2 ها 3 ها 4 5 6 7 مين اللي عمل؟ 7 ايه؟ 7 فيها 4 7 فيها الاس لا الاس بس 7 فيها اس وبي بالظبط انا برتب بس الاس دلوقتي نيجي بعد كده للبي خلاص نيجي فين البي اهي مين فاكر البي كانت موجوده في الانرجي ليفل الاولاني لا كانت موجوده بدايه من انهي انرجي ليفل الثاني فانا هاجي من هنا وهبدا 2 ها اللي بعدها 3 فين البي يبقى 4 فين البي 5 البي 6 اخر حاجه عندي 7 واحنا فعلا في الدور الاخير اللي هو اخر انرجي ليفل كان عندي مين ومين اس وبي. طيب نيجي للدي الدي فين اول ما ابتدت الدي كانت موجوده في انهي انرجي ليفل 3 يبقى هنا 3 دي ها 4 دي ها 5 دي 6 دي ايه ده مفيش دي في السابع ما هو فعلا ما كانش في دي في السابع. طب نيجي للاف الاف كانت موجوده فين لو تفتكر فين وفين بس الرابع والخامس بس هتلاقيهم هنا لهم مكانين ادي الرابع وادي الخامس. بص كده انت عملت ايه؟ انت حطيت قيم لكل السب ليفلز اللي موجوده في اتخن اتوم في الكون اللي هي 118 اليمنت. طيب تعالى نكمل نرجع للاس يا ترى الاس ماكسيمم بيشيل كام الكترون؟ ها كان في 1 اوربيتال فكان بيشيل 2 الكترون تعالى كده نحطهم يبقى 2 الاس بتشيل كام؟ ها 2 يلا كده تاني البي بتشيل كام؟ 3 اوربيتالز 6 الكترون يبقى 6 تاني الاس بتشيل ها 2 البي 6 ها 2 الدي كانت بتشيل كام؟ 10 5 اوربيتالز يعني 10 الكترونز يبقى الدي بتشيل 10 الكترونز. طب البي كام بتشيل ها 6 نكمل يلا 2 ها 10 ها 6 ها 2 الاف بتشيل كام؟ 14 عشان كان فيها 7 اوربيتالز يبقى 14 تاني الدي بتشيل كام؟ 10 ها البي 6 ها 2 ها 14 ها 10 ها 6 لو جمعت دول على بعض هتلاقيهم 118 ده اكبر اتوم موجود عندك في الكون خلاص. طب هو انا في كل مره هقعد اعمل كل الرسمه اقعد اعمل كل الفرق ده؟ لا طبعا يبقى بس احنا خلاص عرفناها اس اس بس بس دبس دبس فدبس فدب وبعدين ببدا اعمل ايه؟ ببدا احط الارقام على حسب مكان السب ليفل يعني ابدا ارتب كل الاس وبعدين البي وبعدين الدي لغايه ما نشوف عدد الالكترونز اللي عندي. تعالى ناخد مثال اول حاجه عندي اهو لما اجي اقول لك مثلا ال ان ايه؟ ال ها عايز اعمل لها الكترونيك كونفجريشن اكوردنج تو الطريقه دي اسمها اكوردنج تو اوف بال او بيلدينج اب برنسبل يلا كده تاني الاغنيه بتاعتنا اسمها ايه؟ اس اس بس تعالى نقف ونشوف وهشوف لو احتجت هكمل نبدا كده
اول انرجي سب ليفل اسمه اس، ده موجود في انهي الانرجي ليفل؟ الاولاني. بحط هنا 1 ها 2 ها 3، البيك كانت موجوده في رقم 2. تمام، مين اللي بيتكتب هنا فوق من الباور؟ عدد الالكترونز اللي موجوده. انت عندك كام الكترون اساسا؟ طبعا دي لو نفتكر كان اسمها الاتوميك نمبر، يعني النمبر اوف الكترونز اند بروتونز انسايد ذا اتوم. في مشكله في الكلام ده؟ تمام، تعالى نكمل. احنا عندنا 11، فالكي الاس سوري بتشيل لغايه كام؟ حد كده يفكرني؟ 2، يبقى هنا 1 اس 2 ها 2 اس 2 كده كام؟ 4. انا لسه عندي بدري ها، لسه لي بدري، يبقى 6 كده كام؟ 2 و2 4 يبقى 6 10، باقي لك كام؟ 1، يبقى اخره كام؟ 3 اس 1. صعبه؟ واحده ثانيه نكبر الموضوع شويه. يعني لو جيت قلت لك مثلا فوسفرس بي 15، يلا كده تاني الاغنيه بتاعتنا. ها يبقى الاول اس اس بس ها بس نشوف لو انا احتجت هكمل، لو مش لو ما احتجتش همسح. وانت مع الوقت على فكره خلاص ايدك هتاخد على الالكترونيك كونفجريشن وهتعرف انت هتقف لغايه فين. طيب نبدا كده ها، دي كرانو كام؟ 1 ها 2 ها 3 ها 4. طب نكمل البي، البي بتبدا من نمبر 2 وادي 3. طب تعالى نحط الالكترونز، انت عندك كام الكترون؟ 15 الكترون، فانا محتاج اعمل ايه في ال 15؟ يبقى هنا ال 1 اس 2 ها 2 ها 6 ها 2 ها 6. نعيد كده تاني بالراحه؟ اه على فكره انت عديت اهو، انا مش بحطه خلاص وانا ماشي. تعالى كده نرجع تاني نعيد 2 و2 4 و6 10 و2 12، باقي لك كام؟ 3 بس، يبقى اخره 3 بي 3. يبقى انا مش محتاج الاخير دوت، انا همسحه. اتفهمت؟ تمام؟ واحده ثانيه، لو جيت قلت لك مثلا حاجه زي كالسيوم 20 ها، يلا كده نعملها تاني. يبقى اس اس بس بس. تعالى كده نعمل النمبرز، يبقى انت عندك اول انرجي سب ليفل في ال 1 ها 2 ها 3 ها 4. تعالى نحط البي، البي يبقى هنا 2 ها وهنا 3. تعالى نحط الالكترونز، انا عندي 20 الكترون، يبقى هنا 2 و2 و6 10 ها 2 6 18، باقي لك كام الكترون؟ 2 كده 20، يبقى انا كده خلصت ال 20 بتوعي. صعبة؟ فيها مشكلة؟ المسألة بتيجي كده؟ لا لسه واحدة واحدة بس، نهدى بس شوية. في مشكلة لغاية دلوقتي؟ يبقى how can we make electronic configuration according to this method اسمها alphabet أو building up principle، على حسب يعني sub levels. طيب دلوقتي أنا محتاجة أربط ما بين الإلكترونيك كونفجريشن اللي أنت كنت بتاخده زمان والإلكترونيك كونفجريشن ده. إزاي؟ يعني مثلا لما أجي أقول لك تي أي 22، على فكره انت زمان عمرك ما عملت الكترونيك كونفجريشن اكتر من 20. يعني لو زمان ها مين يقول لي كده الكي هتشيل كام؟ والال ام ها 2، انت كنت بتعملها ازاي؟ 8 ها 8 وكام؟ كي ام ام ان كده كده 18، باقي لك كام؟ 4. طبعا الطريقه دي غلط، عشان كده انت ما كانش بيجي لك الكترونيك كونفجريشن اكتر من 20، وهنعرف ليه دلوقتي. فاذا ده غلط. طب تعالى نعمل الصح. اول حاجه المفروض ان انت تركز، يعني انا هعمل الكترونيك كونفجريشن اكوردنج تو الفابت، ومنها انا هرجع لده ونعرف ايه السبب. واحده واحده بس كده الاول، يلا اعملي كده الكترونيك كونفجريشن اكوردنج تو الفابت. اه اس اس ها بس بس ها. طيب لو انا احتجت هكمل، بس احنا مش هنحتاج. واحدة واحدة يلا، دي هتاخد رقم كام؟ 1 ها وبعدين 2 ها 3 ها 4 ال V 2 ها 3 ال D 3، لأن دي بتبدأ من الإنرجي ليفل نمبر 3، يبقى أنا عندي هنا 3. تعالى نحط الإلكترونز ها 2 2 2 2 6 2 6 كده كام؟ 18 ها 20 ها 2. تعالى نعكس بقى، أنا عايز أحول من الإلكترونيك كونفجريشن ده للإلكترونيك كونفجريشن بتاع بور. خلاص؟ بور، مين فاكر الكي؟ تعالى كده ال ها ام وبعدين ال ال. تعالى نعد، نعد كده مع بعض. يعني الكي، قول لي كده الكي، فين الكي؟ مين هنا موجود في الكي؟ الاس اللي هو أول واحد، صح كده؟ أهو ده. في كام إلكترون؟
يبقى انا احط هنا 2 بسيط زي ما هو ده الانرجي ليفل الاولاني 1 اهي 1 يعني موجود في الانرجي ليفل الاولاني. طب نيجي للي بعده 2s2 و2p. اذا انت عندك هنا ده موجود في انهي انرجي ليفل؟ الثاني. وده برضه موجود في الانرجي ليفل الثاني. مش احنا عارفين في العماره بتاعتنا زمان لما كنا واخدينها في القصه اللي فاتت ان ال-K فيها انرجي ليفل واحد سب ليفل واحد، ال-L فيها اثنين اللي هم مين ومين؟ ال-S وال-P. كده ال-S وال-P شايلين كام الكترون؟ ها 8. يبقى انا هحط هنا 8. تعالى بقى كده ندور على الانرجي ليفل الثالث. ثالث يعني بدايته هنا 3. ده معانا في الانرجي ليفل الثالث؟ اه. في كام الكترون؟ 2. تعالى نعد كده واحنا ماشيين. ده موجود في الانرجي ليفل الثالث؟ اه. في كام الكترون؟ 6. ده موجود في الانرجي ليفل الثالث؟ لا. ده رباها 4 اللي هي موجوده في الانرجي ليفل الرابع. طب ده موجود في الانرجي ليفل الثالث؟ اه. فيهم كام؟ تعالى كده نعد يلا. 2 و6 و2 يعني 10. ايه الميز ده؟ احنا كنا قايلين زمان ان الانرجي ليفل الثالث ما بيشيلش اكتر من 8. لا ده كلام غلط، ده احنا لسه قايلين الحصه اللي فاتت according to board بيشيل لغايه 18. امال ليه كانوا بيقولوا لنا 8؟ لان انتوا ما كنتوش عارفين ان انا بحط 2 الكترونز في الان وارجع تاني للام اللي هو الانرجي ليفل اللي هو السب ليفل سوري 3D. مش احنا اتفقنا انا بعمل الكترونيك كونفجريشن على حسب مكانهم ولا على حسب طاقتهم؟ طاقتهم. مين الطاقه الاصغر؟ ال 4S. طاقته اصغر من مين؟ من ال 3D. فانا هروح احط 2 الكترونز في الاس اللي موجوده هنا وارجع تاني اكمل في 3D. انت كنت عارف الكلام ده؟ لا. لو اه بالظبط. في مشكله في الكلام ده؟ تعالى ناخد مثال تاني. لما اجي اقول لك مثلا حاجه زي ناخد مثال تاني مثلا زي حاجه اسمها مانجانيز 25. يلا كده نعمل الكترونيك كونفجريشن للاثنين. خلاص يبقى تمام. اس اس بس بس فوق ال 20 من 20 ل 30 يعرف ان في دي. طيب تعالى نعمل النمبرز اكوردنج تو سب ليفل او اكوردنج تو ذا مين انرجي ليفل. ها الاس دي موجوده فين؟ 1. الثانيه 2. ها 3. ها 4. يلا 2 3 3 ال 1 اس 2. ها 2 6 2 6 2 10 بالراحه. انت كده عد لغايه هنا؟ احنا عندنا 25 2 و2 و6 و10 5 5. يبقى انت اخرك كده كام؟ 3D5. تعالى نعمله according to بور يعني according to the main energy levels. ها نبدا بالكي. بالكي كده فيها كام الكترون؟ 2 اهو 2. ال كده فيها كام الكترون؟ ها 2 و6 8 اهي ال. نيجي للام نعد الضمير كده. ها الام هنا كام؟ مش دي كده الانرجي ليفل التالت وده التالت وده التالت؟ ها يبقى 2 و6 8 8 و5 13. يبقى انا عندي هنا 13 الكترون. ها اللي بعدها الام كام؟ 2. يبقى 2 فيها مشكله؟ تمام. بالراحه. مش انت عندك الانرجي ليفل الثالث؟ الثالث ده اللي هو مين؟ اهو ثالث اهو 3 و3 و3. عدي كده الالكترونز اللي فيها 2 و6 8 8 و5 13. يبقى 13. ما احنا ده الكلام ده بقى بتاع العيال الصغيره. خلاص احنا كبرنا. ماكس لغايه 18 ما يشيلش اكتر من ال 18 according to board. مش احنا عندنا واخدين القانون اللي هو اسمه 2 n power 2؟ ها يشيل اكتر من ال 18؟ تعالي كده نفتكر الريجويس مع بعض. بص كده بص انا هقول لك حاجه صغيره فاكره العماره بتاعتنا دي؟ اهي مش ده التالت؟ ادي كده ممكن نشيل كام الكترون؟ ادي 1 2 ها 3 4 5 6 7 8 ها و10 18. فهو ممكن يشيل لغايه ال 18. بس المشكله ان انا لما باجي اعمل الكترونيك كونفجريشن الالكترونز بتنط من البي تروح للاس الاول وبعدين ترجع تاني للدي. لان انا بعمل الكترونيك كونفجريشن على حسب مكانهم ولا على حسب طاقتهم؟ طاقتهم. يعني مش اقصى حاجه 62؟ اقصى حاجه 62 هنا عندي في الانرجي ليفل الرابع والخامس الالكترونز. الالكترونز طب ناخد مثال كمان. ها لما اجي اقول لك مثلا حاجه زي الزنك. يلا كده يا رجاله زنك. بص كده 30. ها نعمل
اعمله كده الكترونيك كونفيجريشن يلا يبقى اس اس بس بس, بس. ها قلنا احنا بتبقى دي تمام نعمل كده الارقام بتاعتنا يبقى 1 ها 2 ها 3 4 البي عندك 2 ها 3 هنا 3 نحط 30 2 ها 2 6 كده 20 ناقصنا كام 10 تعالى نعملها according to the main energy level sorry 10 نعملها according to the main energy level ها اهو K L M N K L M N ال K فيها مين دلوقتي 1 اللي هو سوري 1 sub level اللي هو ال S في كم electron 2 اهو ها اللي بعده مش ده ال A اهو 8 فين ال M بدور كده على ال M اهو ده ال M وده M وده M 2 6 8 و10 18 بتوعنا كده ما يشيلش اكتر من كده ده كده ما يشيلش اكتر الام ما يشيلش اكتر من الام مش هيشيل اكتر من 18 عارفه ليه لان اصلا بعد ال 3 دي هتلاقي ال 4 بي فانت دخلت في الانرجي ليفل الرابع فده ما يشيلش اكتر من 18 ماشي ما هو عشان انت ما تعرفيش ان انا بحط الاول اثنين الكترونز في الانرجي ليفل الرابع وبعدين ارجع اكمل الثالث انت كنت عارفه المعلومه دي فانت ما كانش ما كانش ينفع اقول لك المعلومه دي وانت لسه مخك مش عارف يعني ايه ولا اوربيتال ولا سب ليفل ولا يعني ايه كوانتم نمبرز ولا ايه الكترونيك ما كانش ينفع خلاص تمام في مشكله يا جماعه في الكلام ده طيب يلا كده خدوا المثال دوت يلا اعملوا لي الكترونيك كونفيجريشن برومين 35 ها بسرعه اكوردنج تو ذا مين انرجي ليفل واكوردنج تو ذا سب ليفل يلا بسرعه لو جيت قلت لك اكزامبل مثلا هقول لك اف اي 26
خلاص 26 نعمله كده الكترونيك كونفيجريشن. يلا ها مين افتكر على طول 1s2؟ عايزين نسرع الموضوع شويه. يبقى 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 اللي بعد 4s 3d. تعالوا نقف كده عند 3d لغايه كده احنا عندنا 20. يبقى باقي لك كام؟ 6. تعالوا نجيب لده الفور كوانتم نمبرز 3d6. طبعا الفور كوانتم نمبرز اللي هم ال n. ها ال n كده كان عندك 3. ال n كام؟ ال d قيمتها 2. ال d قيمتها 2. طب هكمل ولا لازم اعمل الاول؟ ارسم الاول. طب لما اجي ارسم ال d تعالى كده نفتكر مع بعض عندنا كام اوربيتال؟ 5. 1 2 3 4 5 قيمتهم بكام؟ من نيجاتيف ما هي دي 2. اذا قيمه الاوربيتالز بتاعتها من نيجاتيف 2 نيجاتيف 1 0 1 2. تعال نحط الالكترونز. انت عندك كام الكترون؟ 6. تعالوا كده نحطهم مع بعض اهو 1 2 3 4 5 6. ايه ده غلط؟ اه بالظبط. باي ذا واي دي اسمها هولمز رول الثالث اللي احنا هناخده النهارده. ايه هولمز رول ده اللي انتوا بتقولوه؟ اللي هو نو بير. اوعى تعمل pair until each orbital has one electron. يبقى ببساطة خالص ايه هو هولمز رول ده؟ التالت اللي في الدرس. بص كده ها بيقول لك ايه؟ no pair. اوعى تعمل pair until each electron has or each orbital has one electron. انت كده عندك خمسة فانت مضطر بعد كده تعمل pair اهي. فكده اخر الكترون ال ام ال بتاعته كام؟ ها ام ال نيجاتيف 2 لفوق ولا لتحت؟ تحت. يبقى الام اس نيجاتيف 5. فيها مشكله؟ تمام. تعالى نكمل نمبر 3 which is هولمز رول. ببساطه هولمز رول هو قال نفس البوينت اللي احنا قلناهم دلوقتي no pair until each orbital has one electron. ليه يا ترى؟ لما اجي اقول لك انت عندك اوربيتال زي ده خلاص؟ عندك خمسة الكترونز. ايه الافضل ليه؟ ان هو ان انا احط الكترون في كل اوربيتال يعني 1 2 3 4 5 ولا اروح اعمله كده بالمنظر ده؟ اكونهم مع بعض او احطهم مع بعض بالمنظر ده 1 2 3 4 5. مين الاتوم اللي مرتاحه اكتر؟ اللي الريبالسيف فورس بتاعتها قليله فاذا هي ستيبل اللي فوق صح؟ اذا ده اسمه هولمز رول. يبقى نو بير اوعى تعمل بير لغايه ما اخلي كل اوربيتال فيه 1 الكترون لان الالكترونز بتحب تبقى الكلوك وايز الاول. لو انا مضطر وعندي عدد الكترونز اكتر من عدد الاوربيتالز في الحاله دي انا مضطر ان انا ابدا اعمل بير. تمام. تعالى ناخد مثال صغير. لو جيت قلت لك ارسم لي الاكسجين 8 اكوردنج تو هولمز رول ممكن يجي لك سؤال مقال فانت مضطر ان انا اعمل ايه؟ ارسم الاوربيتالز ببساطه بس كده معلومه صغيره. بول كان بيعمل الكترونيك كونفيجريشن اكوردنج تو ذا مين انرجي ليفل. اللي احنا خدناه النهارده الف باو اكوردنج تو سب ليفل هولد اكوردنج تو ذا اوربيتالز. يبقى انا لغايه دلوقتي اخدت ثلاث طرق لتوزيع الالكترونز. بول اكوردنج تو ذا مين انرجي ليفل اللي هو كي ال ام ان وهكذا. تاني واحده الاس اس بسب ليفل اللي اسمها الف باو او بيلدنج اب برنسبل. الثالثة according to hold دي according to أو electronic configuration على حسب الـ orbitals. طب تعالى ناخد مثال. قلنا الـ oxygen 8 نعملها كده according to الـ alpha bar يبقى 1 S 2 2 S 2 2 P كام؟ 6 6 عندنا 8 2 و 2 4 بقى لك 4. تعالى بقى نحول من ده من sub level orbitals. الـ S فيها كم orbital؟ 1 1 ها طيب في كم الكترون؟ 1 2 يبقى 1 اس 2. يا ترى الاوربيتال الصامت اللي بعده طاقته اعلى ولا قده؟ اعلى. احنا قايلين بنت اعلى منه اهو. ها في كم الكترون؟ 2 1 2 2 اس 2. ها البي طاقته اعلى. البي في كام اوربيتال؟ 3 1 2 3 خلاص. مين فاكر ده اسمه ايه؟ بي اكس ها بي واي بي زد. ده الاورينتيشن بتاعهم يعني اتجاههم في الفراغ بي اكس بي واي بي زد. نيجي للفوق
4 يا ترى according to hold هنحطهم ازاي؟ 2 و2؟ لا no pair until each orbital has one electron. فدي كده اسمها Pond's rule. صعبة؟ فيها مشكلة؟ تمام؟ طيب تعالى بقى كده ناخد شوية أسئلة بسيطة. يعني لما اجي اقول لك العكس، يعني احنا دلوقتي مثلا لما جيت قلت لك 3 بي 4 ها مين فاكر الكوانتم نمبرز اللي جبناها؟ ال n equal 3 ال l equal 1 ها ال m l equal نرسم 1 1 1 هيرجع نيجاتيف 1 لتحت يبقى بوزيتيف سوري نيجاتيف هاف. تعال نعكس ازاي؟ حاجه اقول لك من الكوانتم نمبرز دي وات از ذا اتوميك نمبر؟ العكس. ناخد مثال اول واحد هيقوله ب 20 جنيه. يلا طيب لما بقول لك ها ب 20 جنيه 3 1 بوزيتيف 4 يلا اعمل لي كوانتم نمبرز انا عايزه منها تجيب لي الاتوميك نمبر. يلا كده نشوف اول واحد هيعملها اتوميك نمبر. انا عايزه الاتوميك نمبر اللي هو ال 1 اس اه بالظبط الاتوميك نمبر اللي هو عدد الالكترونز اللي موجوده في الاتوم دي. طلع كم؟ قول الرقم. 3 بي انا عايز الاتوميك نمبر بقى. الاتوميك نمبر يعني بالظبط. كده طبعا دي 3 صح؟ يعني البرنسبل كوانتم نمبر كام؟
3 ادي 3 ال 2 يعني S ولا P ولا D ولا F ال D S 0 P 1 ال D ب 2 يبقى 3 D. تعال نرسم الالكترون ده موجود في انهي اوربيتال؟ ما هو بيقول لك نيجاتيف 2 اهو نيجاتيف 2 نيجاتيف 1 0 1 2. طب ده نيجاتيف هاف يعني هو موجود هنا لفوق ولا لتحت؟ لتحت. ينفع اخليه تحت من غير ما اكمل الباقي؟ يعني انا ينفع مش احنا اتفقنا اول ما ببدا الاول لفوق اهو وما بعملش بير غير لما اكمل كل الاوربيتالز بالالكترونز. اذا كده انت عندك كم الكترون موجود في الدي؟ موجود 6 2 3 4 5 6 يبقى انت اخرك كام؟ 3D6. تعالى بقى نجيب الاول كده اخري 3D6 يبقى 1S2 2S2 2P6 كده 10 3S2 كده 12 3P6 كده كام؟ 18 4S2 20 وادي 6 يبقى 26. مثال تاني، تعالى نحل انا المثال ده عشان الناس اللي لسه مش واخده بالها. نعم؟ هي ليه اصلا ايه؟ من الاول خالص. تعالى ناخد مثال تاني، لما اجي اقول لك اهي 4 مثلا 1 تمام؟ نيجاتيف 1 نيجاتيف هاف نيجاتيف هاف. تعالى كده نحول من ده للسب ليفل. انت عندك 4 يعني اهي هتنزل زي كده. 1 يعني مين؟ اس ب 0 ها يعني بي. تعالى نرسم عشان نعرف هو الالكترون ده موجود فين. انت عندك 3 الكترونز صح؟ موجود سوري 3 اوربيتالز نيجاتيف 1 وعندك 0 وعندك بوزيتيف 1. الالكترون ده فوق ولا تحت؟ لتحت. بس موجود فين؟ في ده نيجاتيف 1 ولا فوق؟ ينفع اعمله كده؟ لا. يبقى المفروض 1 2 3 وده 4. اذا انت عندك كام؟ 4 بي 4. خلاص تعالى بقى نبدا من الاول. يبقى 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 6 ها 3S2 3B6 4S2 3D10 وبعدين 4B4. عد لي بقى كل الالكترونز دي. ما هو انا اخري 4P يبقى لازم تجيب اللي قبله كله يبقى 32. وصلت؟ تمام؟ فيها مشكلة؟ طيب تعالى ناخد مثال تاني كده. يلا ب 10 جنيه يلا ثواني. بيقول لي كالكوليت the atomic number atomic number for an atom which has 18 com or 9 completely filled يلا كده تاني. بيقول لك 11 completely
وعندي 4 half filled electron orbitals. 26. بالراحة كده. احنا عندنا كم الكترون او عندنا كم اوربيتال كومبليت فيلد؟ 11. ال 11 دول هيشيلوا كام؟ 11 تايم 2 يعني 22 وفي 4 هاف فيلد بقوا كام؟ 26. تمام. صعب الدرس بتاع النهارده؟ صعب. ليه بس؟ طيب اهم حاجه بس الالكترونيك كونفيجريشن فيه مشكله؟ خلاص يعني انا لما اعمل الكترونيك كونفيجريشن هعرف اجيب منها الفور كوارتر نمبرز، هعرف احل بعد كده اي حاجه، هعرف اجيب من الكوانتم من فوق. خلص خلصنا يونت 1. تمام ماشي يلا مع السلامه.